الامر ضروري عشان يقوي شعبنا. لما يجري بالبلاد من اجل الازمات، واقول ان الحكومه تعمل بجد ونشاط لخدمه الوطن والمواطن وفق الامكانيات المتوفره، والساده الوزراء يعملون ليلا. اذا ناموا افكروا بالبلد، والله ما بيناموا، والله لن احسدهم على. اولا تحيه لجيشنا البطل والقوات الرادفه على الاعلام. ضروري ضروري ضروري، والطبل والزمر ضروري. افكار جديده، هي جديده بدي اساويها، بدي ارجع على اصليته باب الحارمات ما كان الجزء الاول والثاني والثالث. اتوجه الشكر لرئيس الحكومه والوزراء المحترمين، شكر بدون جماعيا بدون شخصيا بفرق.